بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي وأبنائي طلاب مدارس شركة آفاق التعليمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقدم لكم اليوم بمشيئة الله تعالى الأسلوب اللغوي، أسلوب الشرط، وهذا خاص بالصف السادس الابتدائي، الفصل الدراسي الثاني. في البداية لابد من تحديد الكفايات المستهدفة من دراسة أسلوب الشرط، ألا وهي التعرف على أسلوب الشرط، استخدام أسلوب الشرط بصورة صحيحة، التعبير بأسلوب الشرط عن جمل معطاة. في البداية لدينا جملة تقول: إن تأكل أطعمة طازجة يسلم بدنك. ما نوع هذا الأسلوب؟ ما نوع هذا الأسلوب؟ نعم أحسنتم، إنه أسلوب الشرط، أسلوب الشرط. إذا ركزنا في هذا الأسلوب سوف نجد أن هناك جملتان، جملة تأكل أطعمة طازجة، والجملة الثانية يسلم بدنك. الجملة الثانية تتحقق إذا تحققت الجملة الأولى، إذن شرط حدوث الجملة الثانية يسلم بدنك هو حدوث الجملة الأولى، ألا وهو أكل الطعام الطازج، وهذا هو أسلوب الشرط. إذن أسلوب الشرط عبارة عن أن هناك أمران، قرن أمر بأمر آخر بوجود أداة، بحيث لا تتحقق سلامة الجسم إلا بوجود الطعام الطازج، وهذا يسمى أسلوب الشرط. فلو قلنا مثلا: ما شرط سلامة الجسم؟ لكان الجواب: أكل الطعام الطازج. اللغة العربية كما علمتم تضم الكثير من الأساليب الإنشائية التي تؤكد المعنى وتشد انتباه السامع، ومنها أسلوب الشرط الذي تحدثنا عنه منذ قليل، وهو تركيب لغوي يحتاج لأداة تربط بين جملتين، الأولى شرط لجواب الثانية، وهو يفيد وقوع شيء بشيء بسبب شيء آخر مرتبط به ومسبب له. أسلوب الشرط يتكون من أداة الشرط، ومقرر عليكم الأداة من والأداة إن، فعل الشرط، ثم جواب الشرط. عندما تحاكي الأساليب اللغوية أو أسلوب الشرط انتبه للعلامة الإعرابية ليستقيم لسانك. فمثلا: إن تهمل تنظيف أسنانك ينخرها السوس. إن تهمل تنظيف أسنانك ينخرها السوس. في هذه الجملة سوف تجد إن أداة الشرط، تهمل فعل الشرط، ينخرها جواب الشرط. فإهمال تنظيف الأسنان يترتب عليها نخر السوس لهذه الأسنان. من يتبع نصح الطبيب يحافظ على صحته. إذن ما الذي يترتب على اتباع نصح الطبيب؟ المحافظة على الصحة. إذن الجملة الثانية تتحقق بتحقق الجملة الأولى. في هذا المثال: من يتبع نصح الطبيب يحافظ على صحته، أداة الشرط من، فعل الشرط يتبع، وجواب الشرط يحافظ. إن تمارسوا الرياضة تنشط أبدانكم. إن تمارسوا الرياضة تنشط أبدانكم، هذا أيضا أسلوب شرط، أداة الشرط إن، فعل الشرط تمارسوا، جواب الشرط تنشط. من يسعى في الخير ينال محبة الجميع، هذا أيضا أسلوب شرط، من أداة الشرط، يسعى فعل الشرط، ينال جواب الشرط. إذا لاحظتم يا شباب سوف تجدون أن فعل الشرط وجواب الشرط مجزوم، فعل الشرط وجواب الشرط مجزوم، لأن إن ومن أدوات جزم وشرط.
فسوف تجد أن تهمل وينخرها ويتبع ويحافظ، هذه أفعال تهمل ويتبع أفعال مضارعة فعل الشرط مجزوم وعلامة جزمه السكون، وينخر ويحافظ أفعال مضارعة مجزومة لأنها جواب الشرط أو وقع في جواب الشرط. طيب في المثال إن تمارسوا، سوف تجد تمارسوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون اللون من الأفعال الخمسة، وهذا هو فعل الشرط، وتنشط فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون جواب الشرط. من يسعى، يسعى هذه الفعل فيها يسعى آخرها ألف مقصورة، ولكن لما جاءت مجزومة علامة الجزم كانت حذف حرف العلة، حذف حرف العلة، وبمشيئة الله تعالى سوف نأخذ جزم الفعل المضارع في الفصل الدراسي الذي نحن فيه بمشيئة الله تعالى. أربط بين كل جملتين متقابلتين بإحدى أداتي الشرط إن ومن مع تغيير الحركة الإعرابية، وإحنا قلنا يا شباب لابد وأن تكون الحركة الإعرابية السكون إذا كان الفعل صحيح الآخر، وحذف حرف العلة إذا كان الفعل معتل الآخر، وحذف النون إذا كان من الأفعال الخمسة، هذا خاص بالفعل المضارع. ينتشر الوعي، ينتشر الوعي الصحي، يرتفع مستوى الصحة. نريد أن نربط بين هاتين الجملتين بأداة شرط مناسبة، من منكم يستطيع ذلك يا شباب؟ إن ينتشر الوعي الصحي يرتفع مستوى الصحة. سوف تجدون أن جملة ينتشر الوعي الصحي تم ربطها بجملة يرتفع مستوى الصحة عن طريق أداة إن وصيغة في أسلوب الشرط. ينتشر فعل الشرط، فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون فعل الشرط، ويرتفع فعل مضارع مجزوم علامة جزمه حذف السكون عفوا السكون جواب الشرط. يهمل العلاج يتأخر شفاؤه، من يهمل العلاج يتأخر شفاؤه. يربط حزام الأمان يحد من أثر الحوادث، من يربط حزام الأمان يحد من أثر الحوادث، أداة الشرط من، فعل الشرط يربط، جواب الشرط يحد. اكتب في كل فراغ من الفراغات الآتية كلمة مناسبة على غرار ما تعلمت. إن تتعلم في الصغر، ها من يكمل يا شباب؟ إن تتعلم في الصغر تسعد في الكبر، نعم أحسنت. إن فراغ في نيتك يبارك الله في عملك، إن تخلص أحسنت. إن تتناولوا وجبة الإفطار تنشط أبدانكم، من يتعلم الإسعافات الأولية ما الذي يحدث له؟ يحسن لنفسه، نعم أحسنتم. من فراغ الإنسان الكريم فراغ بصحبته، ها أحسنتم. من يصاحب الإنسان الكريم ما الذي يترتب على مصاحبة الإنسان الكريم؟ نعم يسعد بصحبته، السعادة بصحبة هذا الإنسان الكريم. نحول العبارات الآتية أو العبارتين الآتيتين إلى أسلوب شرط باستخدام الأداتين من وإن، من وإن. الاستبداد بالرأي يسبب الندم، من يستبد برأيه يندم، أحسنتم. الشعور بالألم يتطلب تناول الدواء، نعم من يشعر بالألم يتناول الدواء. لو أردنا أن نضع بدل من إن نقول إن تشعر بالألم تتناول الدواء. أخاطب أخي بالمعاني الآتية مع استخدام أسلوب الشرط: مخالفة تعليمات استهلاك الدواء والتعرض للخطر، إن تخالف تعليمات استهلاك الدواء تعرض نفسك للخطر، الإسراف في تناول الحلوى وتسوس الأسنان، من يسرف في تناول الحلوى تتسوس أسنانه، استنشاق الهواء النقي والتمتع بصحة جيدة، من يستنشق الهواء النقي يتمتع بصحة جيدة. إلى هنا أحبائي الطلاب نصل إلى ختام